تقريبا احنا يضم عنا كمية العمال اللازمة للمعمل وللإنتاج العمل بنسبة كويسة، يعني حسب الطلبية وحسب الطلب وحسب الشغل برا، يتجاوز من 125 عامل إلى 200-250 عامل سنويا، يعني تقارب حوالي 7 شهور، بيتجاوز من 125 عامل إلى 200-250 عامل سنويا، يعني تقارب حوالي 7 شهور. بيروحوا المزارعين بلموا التين، بجففوا على طريق إشاعة الشمس، بيجيبوا لنا التين لهوني، نحن بيجي لهون على المعامل بنجيب التين بنحطه للعمال، بيجينا التين بننزله على نسبة التبييض كام، 30% 20% 10% حسب الزبون اللي طالبه برا. منفوت التيم ننزله على الفرز الغسيل على المعاقم، بعد المعاقم يتم تريحه لفتره معينه، وبعد منا بينزل على اليد العامله حسب الطلب. في لون احيانا بيكون مطلوب منا سياره كامله على الحبل 500 جرام، لون ضموا لنا يا حبل 500 جرام، في 1 كيلو، في شيش، في مدور 400 جرام، حسب الصنف اللي طالب التاجر بنشتغل له اياه. هذا بس كمان بالنسبه للامور صار عندنا صعوبات كثير بالنسبه للتصدير لبرا، يعني السنه كانت الطرقات كلها مسكره والمعابر كلها مسكره، ما عندنا طريق واحد غير هو طريق معبر باب الهواء، واغلب المناطق يعني الدول العربيه كانت في يعني من فتره شهر شهرين علاقات يعني ما كويسه، علاقات سياسيه بين بعضهم صعبه، يعني مسموح نحن نصدر على دول الجوار مثلا مصر الاردن السعوديه المناطق هاي، بس فرض عم يحسبوا لنا البضاعه عند اللي عم تطلع من سوريا على تركيا بيحسبوا لنا اياها بضاعه اوروبيه، يعني عم تفرضوا عليها عقوبه الضريبه دبل. انا من جبل الزاوي، كنا عم نشتغل بمشغل التين عندنا من بسقلة، نزحنا من هالاحداث ومن هالمشاكل، جينا على كورين اشتغلنا بمشغل منشام حسب الطلبيات. التين بيجينا، التين بيجي من نحن هون بنغسله ومنعقمه، ومراحل بتجي عدة مراحل، ناس بتضم نص كيلو وكيلو عودان شيش حسب الطلبية اللي بتجي، وناس بالسلفي الناس بتعلب، يعني حسب هالطلبيات اللي بتجينا نحن هون، في يعني حسب الطلبية اللي بتجي في مكسرات على الطلبية اللي بتجي، وعم نشتغل والحمد لله رب العالمين. I'm going to have it on.